يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر فضيلتكم أن أبي يزيد البسطامي من الصوفية القدماء. نعم. فهل يعتبر رحمه الله من العلماء؟ وما الفرق بين الصوفية القدماء والصوفية المتأخرين؟ الصوفية القدماء يغلب عليهم العبادة والزهد، ولم تحصل عندهم شطحات مثل شطحات المتأخرين من الصوفية، هم عباد وزهاد، ولم يحصل عندهم شطحات الصوفية المتأخرين. هذا الفرق بينهم. نعم.